قدمنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. وصلى الله تعالى على خير خلقه ورفع عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله انصرنا فانك خير الناصرين. يا الله افتح لنا فانك خير الفاتحين. يا الله ارزقنا فانك خير الرازقين. Thank you.